متابعي الكرام متابعي قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه تازا كما كتسمعوا في هذا كما عرفتوا عرفوا مو... واحد الحدث اللي اعتبرنا حدث التعالطق اكثر من الحجم ديالو الا هو واحد الوليد كمال الزينون كمال الزينون هذا الانسان الشاب ود مدينه تازا كيعمل في معامل النسيج خخ خياط له بالكفاءه الناس العاملين معاه آه وقع البارح ولا البارح ترما واحد آه مقطع فيديو عبر وسائل آه التواصل الفيسبوك وهذا مقطع الفيديو فيه واحد الكلام نابي بخصوص ساكنه مدينه تازا آه جينا هذا الصباح باش اننا نجلسوا مع كمال ونهضروا معاه ونشوفوا شنو قصة ديال هذا المقطع وشنو يمكن اللي قلنا على هذا المقطع هنا كما كتشوفوا السكن ديالو هنا في كيسكن كمال زينون ولكن آه بمجرد اننا وصلنا لقينا سياره الشرطه الدراري ديال الامن جاو آه واعتقلوا سي كمال زينون ماشي اعتقال ولاني اني غادي يمشي المخفر الشرطه لا لا بي باش انهم آه تحت شكايه تقدمت آه في ضده آه كمال الزينون هذا واحد الانسان اللي اش غادي انسان كيعيش يعيش اضطرابات نفسيه مؤخرا انسان آه كل شيء كيبغي في مدينه تازا كل شيء يحترمه انسان كيعيش كي اضطرابات نفسيه ضغوطات نفسيه قويه 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 عليه ضغوطات نفسيه خلاته انه ما يتمالكش النفس ديالو وان نخص خصو لكن مجرد اننا هضرنا مع العائله ديالو هضرنا مع واحد الناس كي قال لك سي عبد الله بان هذا الوليد كيخصو يتعالج ودابا تزامنت مع مع فتره كورونا وفتره الحجر الصحي كمال ما قدش انه ياخذ العنايه الكبيره وانه ما يقدش يستعمل الدواء الدواء ديالو وانه امتنع انه باش باش ياخذ داك الدواء ديالو مما انه ضعف ضعف هذه الحاله اللي عنده واللي هي حاله نفسيه حاله نفسيه اللي خلاته انه يضرب بكلام يقول نامبور تيخرج باي كلام حنا جينا لهذا المنزل ديالو هو كيسكن هنا في هذه الجهه لكن القناة البوليس داوه جينا زعما مع العشرة الصباح اننا باش ن... مع لحظة الصباح عفوا اننا باش نهضروا معاه وشوف الامن داروا الخدمه ديالهم بناء على تعليمات شكايه من اما احد المواطنين او احد او الشخص اللي اللي اش غادي نقول اللي بغينا نوضح لساكنه مدينه تازا من خلال الهضره مع اخت السي كمال والهضره مع مع الام ديال السي كمال ان هذا الوليد راه كيعاني اضطرابات نفسيه يعني اضطرابات نفسيه او ضغوطات نفسيه خطيره هذه الضغوطات النفسيه خلاته انه يخرج على الوعي ديالو على السيطره ديالو نبغي 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 ساكنة مدينه تازه ساكنة مدينه تازه ك... ك كالتماس وكيشوفوا في وجه الرحمه مع السيد انهم يسامحوه آه الوضعيه فين كيعيش وضعيه قاصحه 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 بزاف، الوضعيه الاجتماعيه ديالو قاصحه، الوضعيه المعيشيه قاصحه، زمن كورونا، كيعاني اضطرابات، الشرطه من داتو دات معاه الاوراق ديال الطبيب ديالو، كيعاج الطبيب عند آه المعالج النفسي، زائد ان الشرطه من آه منين رجعت عندو دات مع الدول اللي كياكل، كي الو السيد راه كيعاني اضطرابات نفسيه، اضطرابات نفسيه، آه واضطرابات نفسيه. آه اضطرابات نفسية خطيره اش نقول لكم احنا جينا باش نهضروا تصريحات ديالو ونهضروا مع مع كمال ولكن كاين ماشي صرا ماشي عندي ما ولكن, ولكن ما لقينا الاخ ديالو كتبكي الوالده ديالو ربي اللي عالم بها حتى هو حتى هو انسان انسان اللي 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 كنعطي واحد التوضيح للراي العام التازي هذا آه الانسان انسان ود المدينه وود الوقت وانسان كي يخدم على رأسه ولكن ولكن عنده اضطرابات نفسيه اضطرابات نفسيه من هذا المكان في كيسكن هذا السي كمال نقول لكم له الشفاء من عند الله ونتمنوا الناس تبدل الرؤيه ديالها لهذا السيد اللي لانها عطات عليه واحد المفهوم اللي يقدر يكون خاطئ رغم انه قاسنا بكلمه ولا بجوج ولكن تما كنعرفو فيكم رحمه وكنعرفوكم عندكم واحد الود وعندكم واحد عباد الله كنعرفوكم بمدينه تازا ناس... تازا مدينه ولدت رجال ولدت ناس بالمستوى الوغ هذا الوليد راه عنده اضطرابات نفسيه اضطرابات نفسيه والحمد لله اضطرابات نفسيه في المقدمه ديالها الو الا كتفت الجهود ديال ساكنه مدينه تازا والمحسنين والناس ديال ديال جيالل... الوليد يتعالج راه هو في التالي غادي يخرج بفيديو غادي يطلب منكم السماحه احنا رحنا في الامام المنزل ديالو وكنبغي نطلبوا أه... ما قديناش لقينا الوالده ديالو في حاله سيئه لقينا الزوجه الاخت ديالو في حاله سيئه وليداتها الاب ديالو تساو في حاله سيئه علاش لحقاش هذا الوليد انسان انسان طاح واحد الفخ نتيجه اضطراب نفسي طاح واحد الفخ نتيجه اضطراب نفسي وحتى كما كما سمعنا عليس العائله ديالو بان هذا السيد راه حتى مع زمان كورونا راه ما تقطعت السبل الوسائل باش انه يمشي يتعالج لفاس ولا فتازا ولا نتمنى ومتسبعي الكرام ان هذا السيد غادي نتبعوا المسار ديالو غادي نتبعوا هذا هذا التغطيه ديالو الى انه انكم خصكم تعرفوا بان هذا السيد عنده اضطراب نفسي طيحوا في الفخ انه قام بذاك الفيديو ذاك الفيديو على ما اظن عنده واحد 30 يوم ولا 35 يوم ماشي فيديو البارح ولا البارح ولا 48 ساعه متتبعينا الكرام متابع الكرام تما امام المنزل ديالو هنا كيقتل هذا السيد وكما كما, كما سمعتوا بان هذا السيد راه عن... يا خصو يتعالج عليها ما كيخصوش انه يقابله ي... ي... بواحد بواحد واحد اش غادي نقول لكم اننا ما خصناش نزيدو نكبو الزيت على العافيه يعني متتبعين الكرام انتم الان مباشره من الجهه في كيسكن هذا الوليد كمال الزينوب بمدينه تازه نبغي نقول لكم السيد هذا الصباح راه جات الضابطه القضائيه واعتقلته راه الاعتقال لكن نتمنى ونتمنى من عند الله انكم تفهموا ان هذا السيد راه عنده اضطرابات نفسيه وعنده 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 ضغوطات انها طيحة الفخ متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي من أه... <applause> <applause> آه هذا المكان انا بغي نقول لكم بان هذا السيد هذا راه هذا الصباح تعتقل لكن نتمنى 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 ان حتى الضابطه القضائيه ووكيل الملك يراعي الحاله الصحيه ديالو ونتمنوا انه يتمثل اللي يدوز شي مصحه آه نفسيه اللي ان شاء الله تعالج الحاله ديالو متابعي الكرام من امام منزل كمال الزينون آه نقول لكم آه نتلاقاو في بث ارسال اخر تبارك الله عليكم أنا معكم عبد الله مدينه الساسه